مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم. نبدا مع حضراتكم حلقه جديده السادسه. تحياتي لكل الاهلاويه اللي بيبتدوا معانا الحلقه. وطبعا كلامنا كله النهارده هيكون على المواجهه المنتظره بكره ان شاء الله، واحده من الماتشات الصعبه، محطه صعبه جدا في مشوار الاهلي لاستعاده لقبه المفضل، لقب بطوله الدوري العام. ماتش الاهلي والغزل طول عمره الحقيقه، خصوصا لما بيبقى في ملعب المحله، بيبقى واحده من الماتشات الصعبه جدا بصرف النظر عن موقف الفرقتين وعلى فكره موازين القوه. لكن الحقيقه الاداء اللي قدمه النادي الاهلي من بدايه الموسم مطمئن الى حد كبير. وبشوف الحقيقه، اسمحوا لي يعني وجهه نظري المتواضعه في النقطه اللي هقولها دي، انه الاهلي الحقيقه السنه دي قادر جدا 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 على انه يحقق اكبر رقم قياسي حققه في تاريخ بطوله الدوري، وهو الوصول للنقطه 102. يعني شايف انه الهدف ده هو اللي مفترض يحطه لاعبتنا ونجومنا قدام عينيهم وهم بيلعبوا كل مباراه من مباريات الدوري. النقطة 102 هي العلامة الكاملة في كل نقاط الدوري، والأهلي إن شاء الله بإذن الله قادر جدا، إمكانياته وأدائه وروحه المعنوية وروح الفانيلة الحمراء وقود زي ما أنت عايز تقول كلها تأهله لده. لو تعاملنا مع كل مباراة ودينا كل مباراة نفس الاهتمام ونفس الدرجة من الجدية ونفس الدرجة من التركيز، أيا كان الخصم وأيا كان الملعب، قادرين جدا جدا السنة دي نعمل ده، ويا ريت الحقيقة نجومنا يحطوا ده قدام عينيهم. هنتكلم على ماتش الأهلي والغزل طبعا، ونشوف كده نحاول